بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم خالد صبري وبرنامج خواطر في الخلق. النهاردة يا جماعة هنسافر نروح لمكانين. هنتكلم في أول موضوع على خلق الكرسي، والموضوع التاني هنروح نشوف خلق اللوح المحفوظ. هنبدأ بصفة الكرسي وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما قال في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، في سورة البقرة، أي علمه. وعن ابن عباس أنه قال: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع بسطن ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كنا في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. والمفازة هنا معناها الصحراء الكبيرة المقفرة، فتخيلوا المشهد بقى، حلقة في صحراء واسعة كبيرة. وعن قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. لازم تشغلوا دماغكم شوية وتتخيلوا وتسرحوا بعقلكم وتشوفوا المشهد، إن حلقة مرمية في وسط صحراء، فشوفوا الحجم عامل إزاي والمسافات عاملة إزاي، حاجة لا يتخيلها العقل البشري والفكرة نفسها كبيرة على عقلنا وعلى إمكانيات عقلنا أصلا. وعن أبي ذر الغفاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. وعن أبي ذر قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، عن أي آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. وعن ابن عباس عن قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء. على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. قال: والسماوات والأراضون وكل ما فيهن من شيء تحيط بها البحار، ويحيط بذلك كله الهيكل، ويحيط بالهيكل فيما قيل الكرسي. وفسر وهب الهيكل فقال: شيء من أطراف السماوات يحدق بالأراضين والبحار كأطناب الفسطاط. هنروح دلوقتي لخلق اللوح المحفوظ. عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وعن ابن عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الله الجنة. قال: واللوح المحفوظ لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافتاه الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور، وكلامه معقود بالعرش،
وأصله في حجر ملك. وبكده ننتهي من الكرسي وخلق اللوح المحفوظ، والحلقة الجاية هنبدأ نتكلم على خلق السماوات والأرض وما بينهما. تابعونا في كل حلقة إن شاء الله مع بعض، مع خواطر في الخلق، مع خالد صبري. سلام.